أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع الدرس 18 من دروس فقه الأسرة. أيث مثلا وقد درس 18 للدروس فقه الأسرة. ثورة سقيث مثلا أن نبدأ موضوع جديد، وهو موضوع انحلال الرابطة الزوجية. وقد الموضوع من القرآن قرنش كل فصبحي ساعة مديث نهضر داك في المراحل الزواج، ولكن إلا ومقارن انفكاك الرابطة الزوجية. يعني زمر لعقد زواج أذي فوق سفرو، أذي فوق استطلاق نرس التفريق القضائي يعني بارفا جيستيس للمحكمة نغي يقفر ذي مقارن الخلع، يعني تمطث أريفغون تفرو إذا انت ثري فغون باش تفرق أرجاز. يثمثل أن عند العلماء الأصل في الطلاق الحظر إلا لمبرر. أن عندها في الروياجي زنت سايدين قيرو للدرني ركور. ما إلا إلا الخلاف يرقص مطوس شرع يفكا يغد دواوي. أم شري ذاوي شرع الخلاف نغل المشاكل إجلان يرقص مطوس إفكاد الحلول. من هذه الحلول إناد الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة أولي فغنا فريدة في وعض وايض. أما تمطوثيك فغنا فريد أرقز أتينصح أسيخذب الموعظة، أما ذرقزيك فغنا فريد كذلك تمطوث أتوعظ. ما إلا الحلقورين في عارة إفكاد الشرعين النظم ومقار الشرع الهجر في المضجع. في القرآن الكريم ربنا يقول واهجروهن. الهجر في المضجع يعني يرقز اللي بعث من طوثيس لمدة ولا قرارة تديباسي أربعة وقورن أربعة شهور تجي مدة الإيلاء الماكسيموم. ما عندوش الحق الزوج يهجر زوجته في المضجع لمدة أكثر من أربعة شهور وقيل ماكسيموم. ممكن دواياكي الذي ينفع سي بوسيبل الذي ينفع مورين في عرواقين إزمر الذي ينفع الضرب غير المبرح. إزمر ومذانا خينصة في الشريعة أو القرآن والسنة حقرن تمطوط هضرنا في فيثة الفيولونس العنف. ولكن إلا نسانت مسانت نشرح النقطة يجي باختصار ثمسات ثم زواروث ودينا للشرع فيثة تنفع كوكتولاوين إزمر تنفع ذيوث تنفع رتايض. والقرآن الكريم نغ الشريعة تشريع عالمي ستدير سفري حقيقة لا ثلاث مطوطة كثيرين كيني ما يوضور قزي وث ولا سفري لماذا مري بضر الدرجة نورمال أتفغى فريد وتخدم الباطل وتفغى الطعينس إلى آخره. ولكن يمكن ثمطوث ذوقي دويس الله أعلم سي بور سا ستان رماد الرماد كيما ديفك ربي سبحانه يندوا ماشي المعنى يس دوا يقيل قاسم نستخدم ياك لاد ثلاوين في ثقوس في عارة وثيت صبح ثم ديث الفايدة ولاش سي بور سا يلاق أرقز أذي لي حكيم أذي استخدم الدواء ينفع إفكاس يعني يستخدم الدواء الفعال الناجح. إزمر أذي لي ذاق دواء وايض إن في الشرع التحكيم العائلي أكد دينا ربي ذقواليس حكم من أهله وحكم من أهلها وحكم من أهله يعني الاربيتراج التحكيم. أذي لي ونسيت واشولت بورغاز يي ونسيت واشولت نتمطوط يعني أذدوكلن أذوالين أذسقر الشمثة مسالت أذوالين أندم خلف ورقاس مطوط نثني يزمر الحالة ثنعيون أثعيونن أثنعيونن باش أذدوكلن باش أذفرون لكونفلي الخلاف إثني شركن في غادي نغ الشريعة فكاد تصن الحلول أتصن الحلول إما يلور في عنار الحلول لكي إزمر ذي الحلوايض صبر. ممكن الإنسان يستخدم جميع الحلول وما ينفعوش قلوا الصبر. ممكن قل الصبر للراجل صبر ولا المرأة صبري. الصبر حلول من الحلول. أشحال من الناس اللي صابرين على أذى زوجاتهم طول العمر ورب سبحانه
يعطي لهم أجر الكبير الذي لا يعد ولا يحصى. ممكن العكس، المرأة تصبر على أذى زوجها، ظالم حجار حاشكم حاش قدركم سكران وما ينفقش عليها ويدير فيها العجب، ولكن حاكمة أولادها وصابرة لله في سبيل الله. ورد في الآثار أن ربي سبحانه يعطي لها أجر نتاع زوجة فرعون على أساس الصبر نتاعها. إزمار ما كدني أرجاز نثمطوث أسنيني صبرث صبرث أوين فيها أدى الفطرة لي صبري وثمر ربي سبحانه وربا في جزيس الخير انسى كين كنت أنا دغارة. المهم هذا حافظة أفتوى شولت ولو كان صبر وما يصبر يسعى الحسنات في مقرين أرسيدي ربي نغمالة تمطوثي فيها أدى الفطل ذا صبر أسفك ربي لجر أنت مطوث فرعون ومقرن آسيا زوجة فرعون الطاغية. لذلك كيف مثلا لما إلا يأكل حلو لقي منفعوش الله منفعوش. هنا يقولك الكي آخر العلاج لو ديرني ركور ذا شوث الطلاق. فلكو تفكير المقدمة قايت مثلا باش نزار باللي الشرع ما يشرع ديوث التمثالت سعى الحكمة ماشي ديركت الطلاق. ربما راكم تشوفوا راكم تتبعوا مشكلة صغيرة الطلاق. نتكلموا على الجزائر بعدين في اللقاءات القادمة نشوفوا ظاهرة الطلاق ظاهرة متفشية. بعد شهر يكون طلاق، بعد شهرين يكون طلاق، آلاف من الحالات نتاع الطلاق. ذي شو السبب؟ لانت بليزيور فاكتور، هناك أسباب كثيرة. ثورة يثمثن من سوالي مذان انت حار نرفرو السبثة مشتوحة أسيني فريغا نغس السبثة مشتوحة انت تصيوض الله جوستيس تصدر الديفارس. ذاك يخص العقيدة يخص الإيمان يقول يخص الصبر يخص الفقه. خطر أمذن ملايين السين ذا شو دين الشرع ذا شو يقصد الشرع شو يقصد الشرع ويصرح مباشرة الطلاق. أفي جنتي ذا نقارو لو الدرني ركور نزمرة مثل أم المقص بقفوس طبيب ما تشيوني هذه كاني بضر سفيطر إذا غافي شلح أسيني خمى لوبيراسيون لا لوبيراسيون تين جاروث لو الدرني ركور الله غالب أورين فيها دواء أورين فيها سكنيث أورين فيها والو الطيبة سينو موضين الله غالب نبض الدرني ركور ما ينفع فيها غير المقص معنتها لازم لوبيراسيون. وذاك لوبيراسيون حل وهو آخر الحلول. وكذلك الطلاق قد يصبح حلا إزمرة ذي ليفرو إذدوا طيب ذي نقطة ياجي إزمرة دينيون نو أما كنت قار المذهب الكاثوليكي المسيحية إقراش لا يجوز أن يفرق الإنسان ما جمعه الرب. وجي إنجيل متى الإصحاح رقم 13 هنا يشوري جزارة إيوم ذان أذي يفضو نغذ يفرق يرسين يسدوك لربي ستادر أرقات سمطوث يسدوك إثنى ربي سبحانه وري جزارة أذ فرقا سواشو سلديفانس وري جزارة. ولكن الحقيقة الأمر جايث مثلا وري صحرة. لماذا؟ الجواب نوكا دنيني أكن ثنيس دوك لربي سبحانه أرى فرقا. يعني كل شيء سيس من الشرع معناتها قد يكون الطلاق حلا إذ ما الذي لي ما كدرنا الديفورس أجي ذن تساني ذلا سوليسيون نسيذ الحل ثورا نفهم بعد المقدمة يجي ثورا نفذو نقطة أولا تعريف الطلاق لا ديفينيسيون ده شو المعنى الطلاق دي الشريعة. طبعا الطلاق هو حل الرابطة الزوجية الصحيحة بلفظ خاص أو ما يقوم مقامه في الحال أو في المآل. فهذا الشرح هو قصة قبيلة ما رد يضروا ذا شو المعنى يس؟ المعنى يس ضطوا وراء يضرون يرون قسم الطوث ضطوا الفراقنا يضرون يرون قسم الطوث سيون بوال اسمي سفرو النغذ ونثي شوفان خطر ما ديض أنت يعني كلمة طلاق في اللغة العربية طلاق
الساعة المصطلحات النظام أسيني ألحقي بأهليك نعم كوكا سين روح سخا منون وكم حوايج غارة اتحر مضفلي إلى آخره سيتادير ديون بوال يقصدن فيرو ديون بوال يقصدن الفراق في أو ما يقوم مقامه في الحال قبل ذلك فك الرابطة الزوجية الصحيحة المعنى يسفروا أذيلي ما غيلي زواج صحان خطر ماذا الخضوف قا مثلا ماشي فروا يسقارا وقيقار ناس الفسخ أرجاز يخدم الخطبة يخضف يوث ما يبغى تيج نغتج وقي ماشي الديفورس يسقارا وقيقار ناس الفسخ ريزوليسيون الفسخ نغض يانولي يعني يبطل عقد الزواج الخطبة ولكن ماهوش طلاق من المرد المسلية في الطلاق مريلي لعقد الزواج صحة لاك دو مارياج هذه لي ليجيتيم ليغال زينا اد نهضر في الطلاق اذن حل الرابطة الزوجية صحيحة بلفظ خاص او ما يقوم مقامه في الحال او في المال شو المعنى يس في الحال المعنى يس وقيم قارن طلاق البائن سيتا دي رسيفرو حرم في اللاس دايم الما يخدم اجراءات النظام لانت لي بروسيدور انت تنشرح من بعد ان شاء الله مردين او في المال المال معنى المستقبل وقيم قارن الطلاق الرجعي اي مثلا باش نفهم ثاقي ادنفكي والسيناريو ارجز مارسيني 18 فريغان سيبوزون الساقي ناس فريغان اسيني فريغان ميل الطلاق الرجعي هذا عقد الزواج مازال فيه لا هذا اسا ازكى بعد 10 ايام بعد قور بعد شهرين بعد الما مازال تمطوثيسه وتقيم الخام وتفغر خام مازال تمطوثيس ما كخدم ماشي كخدم ديال الاعراف ديال العوايد منا أكن رسلت مطوثي كلمة فرو أسيني فريغة ما تفق أتروح سي مولانيس أنشتاقي سفو هذا مخالف للشريعة الإسلامية ولكن ذي العويذي لا المرأة كي تسمع كلمة طلاق تهرب تروح البيت ماليها وهذا يخالف القرآن الكريم ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الشرع ما رسيني فريغة ما السعى سيبوزون إنيس فريغة ما زلت عقد الزواج ما زال قائم يا الدواء قول يا الدين شهرين ألم مثل عدى العدة أبي بريث الشهور أكن أردك في العدة خلاص ذينا يقع الطلاق يصير بائما ذينا لقد فاخا ملي تروى موايقين لا بريود أي غير دينا الشرع لقد قيم ثلاث الحكمة باش يزمر ورقز ذي يندم أسيني فريغان بعد 10 أيام بعد 20 يوم بلك بعد قور أذي يندم أسيني استغفر الله أذي يندم أذي خمم في لي كونسيكونس بلك يونسي مدوكا ليس أسيني كيحضر ربي على جلس بثا مش طاقة السفروض أها كان الريتيد ألور ممكن أذي لي مشكل مشكل لي ينتهي ممكن ولاش لابي ويدخل صنارة يديقو تيتقلق الجي في خلا سيماري عدين تدشور إن شاء الله يدخل صن صفية دوغان ومن الثرقان أذى ذن الله يبه الشرع يفكيغ مدة لا بيريود دا جابي بريت الشهور بشارقاز إزمال ديرثام طوثيس بلا ما يحضر الشيخ الجامع بلا ما يحضر القاضي بلا ما يحضر النوتير بلا ما حضرني مغارا سوال نغس تليفون أسيني آلو أمادام جروتير ما بارول الشرع ييسر ما يسمى بالرجعة إن ضرب بيد النقطة يجي إن لا تخرج قبل ذلك عند الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان المدينة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن يعني ما زال في خامن السنت وثنت سفوغ ثارا سق خامن السنت ورتسفغن ثارا سلفغين السنت ولكن القرآن الكريم لا تخرجوهن من بيوتهن وثم سفوغ ثارا سقخامن السنت ودينار القرآن سقخامن النون القرآن ما قالش
لا تخرجوهن من بيوتكم. خمنونا لا تجي إشارة لطيفة من القرآن الكريم باللي ما زال ذا خميس وثمت السفوغ ثارا سق خامن نسنت ورتفغ نتسلف غين نسنت أم بعد إنت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سبحان الله. يعني ممكن في لابيريود هذه مدة نتاع ثلاث شهور ممكن الراجل يندم يستغفر يرجع الطريق يولي يرجعها بكل بساطة. ذي ثلاث شهور يزمل وقازا ذي يندم ودير ثم طوثيس بلا والو كل شيء بسيط يسهل في السوس خفيف. ثريث مثلا نقطة زواروث المسلايد في التعريف انطلق ثلاثا فهمت